دائما بنقول شبابنا فيهم الخير، وهذه المبادرة اللي معايا في هذه الفقرة بتأكد كثير على كلامي. ما في زي لما الشاب ياخذ فكرة ويفيد فيها عدد كبير جدا من الناس، زي ما صار مع الدكتور عبد الله العلاوي، طبيب فكر بمعاناة الطلاب المستجدين واللي حابين أنهم يتخصصوا في الجامعات، فسوى مبادرة سماها أنت أنا. ما أجمل هذه المبادرات، فراح نتكلم طبعا عن هذه المبادرة ونعرف عنها تفاصيل أكثر. معنا عبر سكايب دكتور عبد الله العلاوي. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخير اهلا دكتور وسهلا، عبد مساء الله. النور والسرور. يا هلا والله، مرحبا، حياك الله رمية، وحيا الله جميع المشاهدين. اهلا وسهلا. بداية صراحة حابة أشكرك كثير على فكرة هذه المبادرة الجميلة اللي بتساعد فيها شباب كثير، وبتنقل أيضا العلم والمعرفة، وخصوصا لطلاب المستجدين بيكونوا تايهين دائما في أول سنة، فياريت تقول لنا من وين جاتك هذه الفكرة؟ جميل. الفكرة صراحة في البداية كانت اهتمام شخصي بجانب الحياة الجامعية. بعد كده قلنا أوكي، طيب الطلبة عندهم استفسارات، طلبة الثانوية، طلبة السنة التحضيرية، أنت شخصك ما تقدر تجاوب على كل الاستفسارات، وفي نفس الوقت في طلبة جامعيين كثيرين مستعدين للمساعدة. فبدأت الفكرة كده بهذه البساطة، بدأت تكبر تكبر تكبر، وصار معنا فريق عمل هو اللي اليوم قائم على مبادرة أنت أنا. الفكرة بكل بساطة إنه موقع إلكتروني يدخل عليه الطالب الثانوية أو الطالب المستجد، يختار الجامعة اللي يبغاها في السعودية والتخصص اللي يبغاه في هذه الجامعة، تطلع له قائمة سفراء يدرسوا في هذا التخصص وفي هذه الجامعة، وهذول السفراء مسجلين معانا وهم مستعدين يجاوبوا على كل الاستفسارات. فإحنا منصتنا هي منصة ربط بين المحتاج للسؤال وبين الشخص المتطوع المستعد للمساعدة. يعطيكم ألف عافية فعلا على هذه الفكرة وهذه المبادرة، ولكن أعرف عادة إيش بتكون نوع الاستفسارات اللي تتراكم في ذهن الطالب المستجد؟ واحدة من المزايا اللي خلينا نقول يعني في هذه المبادرة، إنه أصلا معظم الأسئلة اللي بيسألوها الطلبة المستجدين هي أسئلة ومعلومات منطقية جدا عند الطلبة الجامعيين. يعني فعلا ممكن تكون أشياء يعني بسيطة جدا أي طالب جامعي في هذا التخصص يقدر يجاوب عليه. صراحة هذه الميزة، إنه المتطوعين اللي سجلوا معانا هم ما يحتاجون أي جهد مبذول، المعلومات الموجودة عندك يا أيها الطالب الجامعي تقدر بكل بساطة تنقلها لطلبة الثانوية. بالعادة بتكون استفسارات أكاديمية، استفسارات عن المواد، أنا إيش حدرس، إيش مستقبل هذا التخصص، أنا فين رايح، طيب التخصص هذا مناسب ولا مو مناسب، إيش التحديات، إيش الصعوبات. فتجي هذه الأسئلة الكبيرة والأسئلة اللي أي أحد جرب، عشان كده إحنا نقول مبادرة أنت أنا. أنا اليوم أجرب، بكره انت راح تجرب هذه التجربه، فخليني اشاركك تجربتي وكلنا ايش نستفيد من بعض. فيعني هذا هو الاطار العام للتساؤلات اللي بالعاده تصير. حلو، طب لما نوصل الصوره اوضح للطلاب المستجدين، يعني بما انه هل بيكون في موقع خاص او تطبيق خاص لهذا الفريق يقدروا ان الطلاب المستجدين يسجلوا في هذا الموقع او هذا التطبيق، وبكذا اقدر اوصل أنا للمتطوع الموجود ضمن فريق أنت أنا وأعطيه أسئلتي استفساراتي وأخذ منه المعلومات المهمة والمفيدة؟ جميل. أنا عشان كذا يعني نقول إنه أي شخص قاعد يشوفنا الآن هو ممكن يكون معانا إما كمتطوع وإما كشخص حاب يستفسر. الطريقة بسيطة جدا، عن طريق تويتر، عن طريق إنستغرام، أكتب مبادرة أنت أنا، راح يطلع لك حسابا على انستغرام، حسابا على تويتر، وراح يطلع لك كمان اللينك. ولو كتبت على جوجل مبادرة انت انا راح يطلع لك اول موقع الكتروني تقدر مباشره تدخل. اما انك والله مستجد تبغى تسال، عيش اختار التخصص اللي تبغاه، الجامعه اللي تبغاها، وتواصل مع السفراء وهم ينتظرونك، او انك والله متطوع تدرس في اي تخصص في اي جامعه مستعد تساعد، ادخل على الموقع وسجل معلوماتك معانا عشان تنضم معانا كسفير. فابدا الموقع موجود وحساباتنا موجوده، وتنتظر اي شخص حاب يستفيد ويفيد ان شاء الله. طب السؤال المهم دكتور عبد الله، ما ادري هذا السؤال يمسني ولا يمس مين، هل بتختاروا سفراء مبادره انت انا المتفوقين فقط في مجالاتهم، ولا بيكون باب التطوع للجميع؟ المتفوقين لا، هو صراحة يعني زي ما قلنا في النقطة السابقة، إنه ما يفرق هو متفوق أو مو متفوق. بالعادة هي الأسئلة اللي يحتاجها الطلبة ما هي أسئلة علمية، ما بالعادة ما في تساؤلات تصير
من الناحيه التفصيليه، فيحتاج شخص متفوق ومتمكن من التخصص. لا لا لا، بالعكس، اي طالب جرب هذا التخصص وهو طالب فيه بالعاده حيقدر يجاوب على هذه الاستفسارات، لانه معظمها استفسارات اكاديميه، استفسارات عامه، يحتاج بس شخص جرب. فبالتالي لا، بالعكس، ما نحتاج انه شخص يكون متفوق، جميل. نحتاج شخص يكون مستعد انه يجاوب على الاستفسارات، يكون مستعد انه يتطوع وانه يشارك تجربته يعني بشكل ممتاز. صراحه واحده من الاشياء الممتازه اذا تسمحي لي في هذه النقطه بالذات، انه يعني المبادره الان صار لها 3 سنوات، ففي طلاب كانوا مستفيدين في فتره من الفترات من المبادره، السنه اللي بعدها صاروا هم متطوعين معانا ويقدموا هذا العلم، رغم انه يكون طالب في اول سنه في التخصص، لكن خلاص هو عارف الخط وواضحه له الصوره، فليش ما يوضحها كمان لطلاب اخرين؟ فالمجال متاح للجميع، والتطوع دائما متاح للجميع، اهم شيء الرغبه. واحنا في عندنا كمان طرق معينه في تقييم السفراء، فنقيم كل فتره وفتره، فنشوف اذا في احد يعني غير متفاعل او انه انشغل او حاجه، فنقعد نصفي كل فتره، لانه الان عندنا 1700 سفير وسفيره من كل الجامعات والتخصصات، حريصين انه كل هذول ال 1700 شخص يكونوا يعني باذن الله تعالى ذو قيمه مضافه، وهم كذلك باذن الله. إلى اليوم فريق أنت أنا صرت ما شاء الله تبارك الله 1700 طالب متطوع، كيف وصلتوا لهذا الرقم؟ والله زي ما انت قلتي كلمه حلوه في البدايه، وهي دائما يعني كلمه ترتبط بريحه التطوع. دائما نقول للشباب فيهم خير، انت بس تبدا تحط رجلك على قولهم، تبدا في الخط وحتلاقي الناس معك، وحتلاقي الناس يؤمنوا فيك وبرسالتك، طالما انت عارف هذه الرساله. فاحنا من اول ما بدينا واحنا عارفين، وانا اقول احنا لانه المبادره هي بفريق كامل يعطيهم العافيه، الاء الدالي شريك مؤسس، وباقي الشريك الله يعطيهم العافيه كمان معانا خطوه بخطوه. فاحنا بدانا واحنا مؤمنين انه والله في حاجه قائمه والطلاب يحتاجوا والمتطوعين مستعدين. فمع الوقت لقينا موضوع زي كره الثلج تبدا تكبر وتكبر وتكبر. كنا نعلن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي انه يا جماعه احنا موجودين مبادره انت انا، في فترات العوده للمدارس، في الفترات اللي يكونوا الطلبه مهتمين فيها بمعرفه معلومات معينه عن تخصص معين، نبدا نروج للمبادره بشكل اكبر. فعليا ما كنا ندفع شيء على الترويج، يعني عشان كذا المبادره هي تطوعيه، كنا ندفع التاسيس وغير من هذه التفاصيل، بس الوصول للناس ما كنا نحتاج الا نقول لهم ترى احنا موجودين واحنا نستناكم، والناس صارت تجي، وباذن الله تعالى يعني عندنا كذا ارقام كبيره سنصل لها ان شاء الله السنه الجايه اذا ربي سهل باذن ما الله. شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافيه جميعا. طب هل كان في دعم من اي جامعه او اي جهه حكوميه، وخصوصا بان هذه المبادره مفيده جدا للطلاب والطالبات؟ والله المبادره الى الان هي تقوم بمجهودات الفريق، وكلنا يعني عباره بين طلاب ومتخرجين، بس كلنا بشكل تطوعي وكلنا متطوعين، ولا زالت المبادره كذلك. لا الى الان صراحه ما تلقينا هذا الدعم، وان شاء الله المبادره باذن الله تعالى راح تكبر، ووجود الدعم كذلك راح يكبر المبادره اكثر، لكن احنا ان شاء الله مستمرين، وباذن الله تعالى بتكون في الفترات الجايه كمان في فرص تعاون تخلي المبادره كمان تكبر وتوصل، لانه هدفنا فعلا فعلا انه نوصل للطلاب المحتاجين ونوصل للطلاب اللي مستعدين يتطوعوا. وإن شاء الله بإذن الله بعد حلقة اليوم راح توصلوا لعدد كبير جدا، وأكيد يشرفنا أن ندعمكم بهذه الفكرة في كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بي شخصيا أو بالبرنامج. طيب لو نبي نقيس نجاح فكرة هذه المبادرة اليوم، كيف بتقيموا أو كيف بتقيسوا النجاح؟ أول شيء الله يعطيكم الصحة والعافية وبادرة الله طيبة يعافيك. منكم والله يبتلي اجركم. بخصوص كيف بنقيس الاثر، طيب يعني هو صراحه يعني احنا على قد ما بسطنا المبادره على قد ما الشيء اللي خلانا ما نقدر نقيس الاثر بشكل واضح، لكن نقدر نشوف النتائج. بمعنى ما نقدر نقول والله كم طالب جاء وسال، لكن احنا متاكدين انه الاف الطلاب سجلوا، لانه ال 1700 سفير وسفيره نتواصل بعض الاحيان مع بعض الاسماء يعني بشكل كذا عشوائي، نلاقي والله كل واحد فيهم يقول انا في اليوم يجوني 3، انا في الاسبوع يجوني 9، انا في الاسبوع يجوني 10. فبالتالي لا، الناس بتسال والاثر الحمد لله بيصير، بنشوف رسائل تصير على مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر انه انا السنه الماضيه كنت اسال هذا الشخص عن هذا التخصص، وانا اليوم قاعد ادرس هذا التخصص بسبب هذاك الشخص اللي الحمد لله ساعدني وجاوب على الاستفسارات اللي كانت عندي. بنشوف مثل هذه قصص النجاح اللي وان كانت بسيطه لكن تبدا تستشعر اثرها على المدى البعيد، انه انت والله ساعدت شخص في اختيار يعني خط كبير في حياته لهذه الدرجه. فالموضوع ببساطته احنا مجرد وسيله ربط
تدخل تبحث تلاقي حسابات السفراء على طريق عن طريق تويتر كلهم متاحين الخاص، فبالتالي تدخل تتواصل معاهم. مجرد الربط هذا لا خلى يعني في اشباع لفضول ولاسئله كثير من الطلبه المستجدين، والحمد لله بنشوف هذا الاثر بين فتره وفتره، وسعيدين جدا صراحه باللي وصلنا له. أكيد، ونحن أسعد فيكم ويعطيكم ألف عافية المرة الثالثة أقولها، ونتمنى لكم كل توفيق. وشيء يزعل للأسف، أن شيء يزعل أنتم الملهمين وأنتم الشباب المؤثرين، واللي نتمنى فعلا أن يكون عندكم عدد كبير جدا من المتابعين وليس بعض المشاهير. شكرا لك دكتور عبد الله، وبلغ سلامي وتحياتي لكل فريق أنت أنا، وبإذن الله يعني قابلكم كذا بعد سنة ثانية ونشوف الفائدة وصلت لأكبر عدد من الطلاب والطالبات. شكرا لك عبد الله. الوصول مهم، وأن تؤثر في حياة شخص واحد كذلك هو أثر عظيم، ويا رب الأثر كمان يكبر. وشكرا لكم لاستضافتكم الكريمة. شكرا لك، تستاهلوا كل خير. مشاهدينا مكملين معاكم، فاصل قصير وراجعين.